رياضيا، يلتقي اليوم في تمام 9 مساء باستاد القاهرة الدولي فريقا الأهلي وبيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة 14 من منافسات بطولة الدوري. تلعب المباراة دورا بارزا في تحديد وجهة درع الدوري هذا الموسم، حيث تجمع بين متصدر الترتيب ووصيفه، حيث يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 27 مباراة، يلي الأهلي الذي جمع 57 نقطة من 23 لقاءً.